السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام، أقوى مسلسلات رمضان 2020. يستقبل عشاق الدراما الرمضانية هذا العام وجبة درامية دسمة، حيث يتنافس على مشاهدات هذا الموسم الدرامي أكثر من 28 مسلسلا ما بين الأكشن والدراما والكوميديا والمخابراتية. ويتسابق الآن كل من صناع هذه الأعمال الترويج لها بشكل جيد للفوز بتصدر المشاهدة. مسلسل فالنتينو بطولة عادل إمام ودلال عبد العزيز وداليا البحيري ورانيا محمود ياسين وسليمان عيد ومحمود المرغني، وإخراج رامي إمام. تدور أحداثه حول نور عبد المجيد الشهير بفالنتينو، والذي يملك مدارس انترناشونال هو وزوجته، ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل، ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت. مسلسل الفتوة بطولة ياسر جلال ودياب وأحمد خليل ومي عمر ورياض الخولي. تدور أحداث المسلسل في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شؤونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم الفتوة، الذي يتحمل مسؤولية الأهالي. ويظهر المسلسل الصراع بين الخير والشر من خلال أحداث درامية متصاعدة تتنوع بين الأكشن والرومانسي، وتدور في حقبة ما قبل 100 عام بحي الجمالية. مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان. تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس وهو شخص يتيم يفقد والديه، ويتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسؤولية الجميع. مسلسل النهاية بطولة يوسف الشريف وعمر عبد الجليل وصهر السايغ وناهد السباعي وأحمد وفيق. تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف للتكنولوجيا والتطور السريع الذي يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور والتصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه. مسلسل دهب عيرة بطولة يسرى وهلا شيحة وبيومي فؤاد. تدور أحداثه حول المشاكل الأسرية والتفكك الأسري الذي يتسبب في هروب أحد أفراد العائلة للخروج من تلك المشاكل عن طريق الإدمان، وتتوالى الأحداث في إطار درامي. مسلسل وصل أمانة بطولة مصطفى خاطر وعلي ربيع وهالة فاخر، وهو التجربة الأولى الذي يشارك في بطولتها علي ربيع ومصطفى خاطر. تدور الأحداث في إطار كوميدي حول شابين تقع لهما العديد من المفارقات والمشاكل بسبب تراكم الديون عليهما. مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي وآسر ياسين ودينا فؤاد ومحمود حافظ. يتناول مسلسل الاختيار حياة الشهيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرس بمدينة رفح عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء. وأمير كرارة هو الذي يجسد دور البطل الشهيد أحمد المنسي، وأحمد العوضي هو الذي يجسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي. مسلسل هجمة مرتدة بطولة أحمد عز وهند صبري وهشام سليم وصلاح عبد الله ومحمود البزاوي. هجمة مرتدة هو الاسم المبدئي للعمل، ولم يستقر على الاسم النهائي حتى الآن. والمسلسل ينتمي للنوعية المخابراتية، حيث يتناول ملف من ملفات المخابرات المصرية الحديثة. مسلسل اسود فاتح بطولة هيفاء وهبي وشريف سلامة وصبري فواز، وتم تصويره في لبنان. تدور الأحداث في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية، وتقدم هيفاء وهبي من خلال العمل دور سيدة أعمال تمتلك شركة خاصة بالأزياء والموضة،
ولكن تتقلب حياتها رأس على عقب بعد اكتشافها خيانة زوجها لها. مسلسل حتى لا يطير الدخان بطولة مصطفى شعبان وريهام عبد الغفور وحسين فهمي ومن إخراج محمد العدل. المسلسل مأخوذ عن الفيلم الشهير الذي يحمل نفس الاسم الذي جسده الزعيم عادل إمام من قبل، ويجسد مصطفى شعبان دور طالب جامعي وهو عن رواية الكاتب إحسان عبد القدوس. مسلسل لعبة النسيان بطولة دينا الشربيني، أحمد السعدني، إنجي المقدم ورجاء الجداوي. المسلسل مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية. تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها، وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي. مسلسل بميت وش بطولة نيرلي كريم وآسر ياسين. تقع الأحداث في إطار كوميدي لايت، حيث يقع لبطلي العمل العديد من المفارقات الكوميدية، وتقوم نيرلي كريم بدور نصابة شعبية، وتقوم بالنصب على الناس بمساعدة آسر ياسين. مسلسل نساء من ذهب بطولة نادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر ونبيلة عبيد، وهو الاسم المبدئي للعمل المأخوذ من مسلسل أمريكي شهير، وجاري الاستقرار على اسم مناسب ونهائي للعمل، وتقوم أحداثه حول شراء سيدتين نفس الفيلا من صاحبها، وعند استلامها يكتشفوا أنهم تعرضوا للنصب من صاحبها وباعها لهم الاثنين، ويضطروا إلى أن يجلسوا مع بعض ويدخلوا في صراعات كبيرة. مسلسل تيمون وبومبا بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني وبيومي فؤاد. تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، وينتمي لنوعية الحلقات المتصلة المنفصلة. مسلسل لما كنا صغيرين بطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وريهام حجاج. تدور أحداثه حول جريمة قتل، وتتقلب حياة ريهام حجاج وأصدقائها خريجين الجامعة الأمريكية اللي بيشتغلوا في شركة يملكها محمود حميدة، وتتوالى أحداث المسلسل. مسلسل اتنين في الصندوق بطولة حمدي المرغني وأسقس وبيومي فؤاد. تدور أحداث المسلسل حول فئة عمال النظافة وما يتعرضون له من مشكلات في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي. مسلسل تقاطع طرق بطولة منى زكي ومحمد ممدوح وسيد رجب. تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية الإنسانية. مسلسل ليالينا بطولة غادة عادل وصبرين وإياد نصار وخالد الصاوي. وتدور أحداث المسلسل في فترة الثمانينات في إطار اجتماعي. تدور الأحداث حول عائلتين، الأولى من طبقة أرستقراطية تسكن في حي الزمالك، وتضم الفنان إياد نصار وزوجته غادة عادل وشقيقه خالد الصاوي يدعى جلال أرستو، ومعهم رنا رئيس. والعائلة الثانية عائلة صبرين التي تسكن بحر بولاق، وهي منطقة شعبية تعيش مع أبنائها، وهم ميدو عادل ومنى عرفة وهاجر الشرنوبي، وتبدأ صراع الطبقات بين العائلتين خلال الأحداث. مسلسل سلطانة المعز بطولة غادة عبد الرازق وشريف منير وعمر عبد الجليل ومحمود البزاوي. تدور الأحداث في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة تدعى سلطانة تعيش في منطقة المعز بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها. مسلسل ونحب تاني ليه بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وشريف منير وسوسن بدر وإيمان السيد. تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية التي تحمل الطابع الرومانسي حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام. مسلسل فرصة تانية بطولة ياسمين صبري وأيتن عامر وأحمد مجدي ونهال عنبر وهبة مجدي ودياب. تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي حول الفرصة الثانية في حياة البشر،
وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة بجانب الأزمات التي يمر بها الإنسان. مسلسل ولاد إمبابة بطولة سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف وعبد الله مشرف وأوكا وأورتيجا وبوسي، وينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الشعبية. مسلسل خالد بن الوليد بطولة عمرو يوسف ومنذر ريحانة وبيومي فؤاد وحمد الوزير وسوسن بدر ونشوى مصطفى ورانيا محمود ياسين وأسس. مسلسل خالد بن الوليد الذي يعد من الأضخم إنتاجا من بين المسلسلات الرمضانية من حيث الميزانية والديكورات والملابس، والمسلسل يضم أكثر من 130 ممثلا، وتدور أحداثه حول قصة حياة الصحابي الجليل خالد بن الوليد. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.